الامتحان عامل ايه؟ كويس صح؟ في حاجة صعبة؟ جه من منهج ولا؟ الامتحان عامل ايه؟ وحش. وحش؟ ايه أصعب حاجة فيه؟ والله ما أعرف بقى، مش فاهم. مش عارف؟ الأغبياء عملوا خط برليف في فلسطين. طب وانت عملت ايه؟ انا عملتها غلط، اخدت برليف في سينا. ايوه. كاتب سؤال صح وغلط. يعني هو ده اصعب سؤال في الدراسات؟ لا بصراحه الاسئله كلها سهله. الاسئله سهله؟ وانت عملت ايه؟ الحمد لله. الامتحان يعني من المنهج ولا خارج من المنهج؟ لا من المنهج. بالنجاح ان شاء الله. قولي لي الامتحان عامل ايه؟ الامتحان عامل ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. سهل ولا صعب؟ سهل. جه من منهج؟ ايه اسهل حاجه فيه وايه اصعب حاجه فيه؟ اسهل حاجه فيه الجغرافيا واصعب حاجه التاريخ. اصعب حاجه التاريخ؟ اللي هو ايه؟ يلا نروح ناكل بقى، يلا نروح ناكل. النتائج اللي هي دي؟ اه بحرق. الادوانس هي دي اصعب حاجه فيه؟ اه. ربنا يوفقك ان شاء الله في الامتحانات الجايه يا حبيبتي. توفيق.